كنز وألعاب، هيا بنا يا أصحاب ليبي. مرحبا، كيف حالكم اليوم؟ أجل، واو، انظروا أين نحن. اليوم نحن في فيجز إندور بلاي بلايس في لاس فيغاس نيفادا. ووو. حسنا، لنهرول قليلا ونرى ماذا يوجد هنا. واو، انظروا، إنه قطار. واو. واو. حسنا، سأستمر في الهرولة. انظروا إلى هذا. واو، هذه محطة قطار. هل ترون؟ هناك الكثير من القطارات هنا، مثل هذا القطار الأحمر. أو مرحبا أيها الوردي. هل ترون؟ إنه قطار وردي. واو، مرحبا. واو. أوه، انظروا، إنه قطار أسود. واو. أحب القطارات. حسنا، لنرى ماذا يوجد هنا أيضا. واو، انظروا إلى هذا، إنه ملعب مليء بالكرات الملونة. واو 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 واو، الكثير من الكرات الملونة. واو واو، ما هذا هنا؟ واو، إنها جزازة عشب خضراء. سنجز بعض العشب. لنرى ماذا يوجد هنا أيضا. واو. واو 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 واو، ما هذا؟ واو، إنها دراجة نارية حمراء. بوم بوم. أعتقد أن هناك أشياء أخرى. واو. وي. واو واو واو. أو انتبهوا. هذا رائع. واو، مهلا، انظروا، إنها حفارة. أجل، مثل أغنية حفارة بليبي. أنا هي الحفارة، الحفارة، أعمل بجدارة. حسناً، الآن دعونا نزحف إلى الجهة الأخرى من الغرفة. واو، انظروا إلى هذا، هذا الشيء يشبه قاعدة قارب، وهذا ماء، أترون؟ واو. واو. هذا قارب رائع جدا. حسنا، لنستمر في الزحف. واو، انظروا لهذا. واو، لدينا شاحنة إطفاء. واو، وباص المدرسة. حسنا، لنأخذ شاحنة الإطفاء ثم ندعها تنطلق. واو واو. حسنا، واو. كان ذلك رائعا. حسنا، لنفعلها ثانية، لكن هذه المرة مع حافلة المدرسة. ها نحن ذا. واو. أجل.
أجل، عمل جيد. واو، انظروا هناك في الخلف. واو، تبدو هذه كقلعة للأميرة والملك. حسناً، سأدخل للداخل. مرحباً، انظروا. أنا وحيد قارن. وانظروا ماذا وجدت أيضاً. واو، توتوتو، إنها عربة أطفال، ويوجد طفل داخلها. إنه طفل صغير. مرحباً. مرحباً. حسناً، نوماً هنيئاً أيها الطفل. نوماً هنيئاً، نوماً هنيئاً. إلى اللقاء، إلى اللقاء. حسناً، حسناً، لنتجول قليلاً بعد. واو، انظروا إلى هذه السلالم، إنها ملونة جداً. هذا الدرج لونه أزرق. هذا الدرج لونه برتقالي. وهذا الدرج لونه أحمر. وهذا الدرج لونه أخضر. تعالوا إلى هنا. واو، انظروا إلى كيس الملاكمة الأحمر. هناك واحد آخر هنا. واو، واو، أترون؟ هذا واحد آخر. كيس الملاكمة هذا لونه برتقالي. واو، نحن في الطابق الثاني لهذا الهيكل. واو، مهلا، هناك نفق. تعالوا إلى هنا. مرحبا. واو، انظروا إلى هذا النفق. واو، أنا أراكم هناك. حسناً، سوف آتي إليكم. ها نحن ذا، أنا أزحف عبر النفق. واو، كان ذلك رائعاً جداً. أو انظروا إلى هناك. واو، هل ترون هذه؟ هذه زلاقة صفراء. وشكلها دائري. أظن أن علي أن أدخل وأتزحلق عليها، وبعدها يمكنكم اللحاق بي. مستعدون؟ حسناً، إلى اللقاء. واو، واو، أحسنتم، تزحلق رائع. حسناً، كان من الرائع جداً التزحلق على الزلاقة. والآن يجب أن نتدحرج. واو، واو، أحب التدحرج. أو مهلاً، ما هذا؟ واو، مرحباً. حسناً، كيف حالكم؟ أنا الآن داخل هذا المنزل. ريبت، ريبت. مرحباً أيها الضفدع. مرحباً. ما الذي يوجد هنا أيضاً؟ إلى اللقاء أيها الضفدع. مرحباً، أنا خروف. أنا خروف. باب 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 باب. با. مرحباً. حسناً، فلنذهب إلى هناك. واو، انظروا إلى هذه اللعبة. واو، 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 أنا أتوازن. حسناً، واو، واو،
كان هذا رائعا، دعونا نتدحرج أكثر. واو واو، سيارة صفراء، ها هي قادمة. هاهو، أجل، هناك أخرى، هذه السيارة لونها أرجواني. استعدوا، إنها قادمة. أجل، حسناً، أو مهلاً، انظروا إلى هذا، هذه عربة وردية وعليها حصان. إلى اللقاء. أجل، وسيارة حمراء بسطح أصفر. هاهو، انتبهوا. وسيارة شرطة سوداء، ها هي قادمة. واحدة أخرى، شاحنة إطفاء حمراء. ها نحن ذا، إلى اللقاء يا شاحنة الإطفاء. واو. ها نحن ذا، لنذهب من هنا. انظروا إلى كل هذه المكعبات الملونة، هناك العديد من الألوان. حسنا، سنضعها أرضا حتى نرى ما وراءها. واو، أجل، هل ترون هذا؟ هذا هنا، هذا لوح أسود ويمكنك الكتابة عليه. حسناً، لنستعرض ما فعلناه اليوم. أول شيء هو الهرولة، هاء راء واو لام تاء. أجل، هرولة. ثم زحفنا، حرف الزاي وحرف الحاء وحرف الفاء، زحف. ثم ركضنا، راء كاف ضاد، ركض. ماذا فعلنا بعدها؟ أجل، تزحلقنا على الزلاقة، زاي لام ألف قاف تاء، زلاقة. ثم تدحرجنا، دال حاء راء جيم تاء، دحرج. حسناً، كان من الرائع جداً ممارسة كل هذه الأنشطة معكم في هذا المكان. حسناً، هذه نهاية هذا الفيديو. إن كنتم تريدون مشاهدة المزيد، كل ما عليكم فعله هو البحث عن اسمي. أجل، اسمي هو بليبي، لنتهجاه معاً. مستعدون؟ باء لام ياء، وأيضاً باء يا بليبي. أحسنتم، أراكم لاحقا. مرحبا. هاي، هذا أنا بليبي، انظروا أين أنا. أمام قاعة اللعب في مركز مدينة تاكوما للتسوق في واشنطن، لندخل. واو، مرحبا. أهلا بليبي. هيا تعالوا. أولا علينا خلع الحذاء، الفردة الأولى والفردة الثانية. إلى اللقاء. رائع، شاهدوا هذا. واو. لقد كانت لعبة الدوران ممتعة. هاي، هذا بيان. ألست ماهراً؟ بلى. واو، ولكن ما هذا الشيء الدائري؟ ربما نجلس هكذا وتدور فنقلب رأساً على عقب. واو، تقلبت بهذه اللعبة مرة واحدة. انظروا زحلوقة. حسناً، هيا بنا. ويييي.
أخيراً وليس آخراً سألعب بلعبة الدوران. وي! أوه! أحب لعبة الدوران. أوه! أشعر بدوار شديد. شاهدوا هذا! الآن أنا أقذف الكرات من لعبة المدفع هذه. واو! إلى الجهة الأخرى وأتحقق إن كنت سأصيب الهدف. واو! هذه اللعبة مذهلة وإن لم أصب أي هدف، ولكنني كنت على وشك ذلك. لحظة، على ذكر الهدف، انظروا هناك في الأعلى. رائع! أترون ألوان لوحة الهدف؟ لاحظوا بالتسلسل من الخارج أولاً أحمر، فأصفر، فأخضر، فأرجواني، فأزرق، فأحمر ثانية. أصدقائي، أتعلمون ماذا تسمى هذه النقطة الحمراء؟ إنها تسمى مركز الهدف. واي! رائع! شاهدوا كل هذه الكرات. واو! حسناً، لدي فكرة. سنضعها هنا. بعدها نطلقها. كان ذلك رائعاً! فالهواء يدفع هذه الكرات هكذا من الأسفل إلى الأعلى. حسناً، فكرة ثانية. كم كرة يمكنني أن أحمل؟ واو! أوقعت واحدة. لا بأس، لنحسب العدد النهائي. أوقعت 2 من الكرات، لذا سنعد من 2. 3 4 5 6 7 8 كرات. واو، رائع! لقد استطعت حمل كرات كثيرة. حسناً، لنحذر ما ألوانها. لنبدأ، هي حمراء وأرجوانية وبرتقالية. واو، تعلمون ما يمكنني أن أفعل بها؟ الآن سأبدأ. واو، رائع! واو! مرحباً! شاهدوا هذا! أحاول التوازن على هذه الأشكال الدائرية. واو! مهلاً، لحظة! ما هذا الشيء؟ كرة بنتوءات! واو! حسناً، الآن انظروا، سأدورها بسرعة. واو! ثانيةً، ولكن بالعكس. واو! إذاً شاهدوا، سأدورها ببطء. مستعدون؟ حركتها جميلة، هيا بنا. أصدقائي تعالوا، أترون ماذا أفعل؟ إنني أحاول التوازن على هذا الصبار. واو، انظروا إلي. لا أكاد أستطيع المرور من هنا. أخيراً! إذاً أترون هاتين؟ إنهما أسطوانتان. أنا قادم. نجح! والآن هيا بنا لنكمل. واو! شاهدوا هذا، إنها أرجوحة. وي! وي! التأرجح ممتع جداً ويشعر بالاسترخاء. هل ركبتم الأرجوحة من قبل؟ نعم، في الحديقة العامة، في ساحة الألعاب. إنها ممتعة حقاً. إنني أتأرجح بإمالة جسدي إلى الأمام وأكرر ذلك إلى الأمام
إلى الأمام، وبعدها أمام، خلف، الأمام، الخلف، الأمام، الخلف، أمام. أوه، هذا ممتع. حسناً، لنكمل في هذه الجهة. الآن سأحاول القفز فوق هذه الأسطوانة الدوارة، لكن أولاً ما اسم هذين اللونين؟ صحيح، هما أزرق وأصفر. جيد، هيا بنا. هذا مضحك. واو، أصدقائي انظروا إلي. أنا أحاول التوازن، لاحظوا ألوانها. واو واو. حسناً، ألا تشبه قرص الأهداف؟ صحيح، نعم. إذن ما أسماء هذه الألوان؟ لوناي المفضلان بين هذه الألوان. حسناً، لنبدأ من الخارج ثم إلى الداخل. أولاً، هذا اللون هو برتقالي. أجل، أحسنتم، ما اسم هذا اللون؟ نعم، أصفر. وما لون هذه الدائرة؟ إنه اللون الأزرق. هذان لوناي المفضلان، الأزرق والبرتقالي. أوه أوه. هيا. أحاول التوازن. واو. هذا الجسر لونه برتقالي وأزرق، إنه جميل جدا. رائع، مزيد من ألعاب التحدي. أنا أحب ألعاب التحدي. هيا لننطلق. أنا أدور. هيا بنا. واو. الآن دعونا نعد معا عدد الدورات التي سأدورها. مستعدون؟ هيا بنا. واحدة، اثنتان، ثلاث. أجل. واو، أنا أشعر بالدوار. واو. حسناً، والآن لقد حان وقت التوازن. أرأيتم كيف تدور؟ لهذا يصعب الوقوف عليها بثبات، ولكن سأحاول. أصدقائي أنا قادم. أحمر، أخضر، رمادي. رائع، انظروا معي. هذه نفاخة صفراء، وأخرى هي بيضاء بل رمادية. حسناً، هيا تعالوا. هاي، شاهدوا هذه، سندورها إلى جهة اليمين هكذا، كما يدور عقرب الساعة، وهي تسمى التناظرية، مع اتجاه عقارب الساعة. إذن أرأيتم؟ واو، شاهدوا. واو، نحركها إلى الجهة المعاكسة. نعم، نحن ندورها إلى جهة اليسار. لاحظوا اليسار، إنه اليسار، وتسمى عكس اتجاه عقارب الساعة. واو. لنكمل. واو، أمسكوها. واو. مرة ثانية. يكفي، تعالوا. والآن لنسمي الألوان. أحمر، رمادي، أخضر. مهلاً، لحظة. لقد قلت أخضر، لكنه ليس أخضر. إذن ما هذا اللون؟ صحيح، هذا اللون برتقالي، والأخضر ها هو ذا. أنا مضحك حقاً، هذا هو اللون الأخضر. لنبدأ ثانية. هيا، برتقالي، أخضر، أحمر، رمادي. أحسنتم. واو، رائع.
هذه تشبه شبكة عنكبوت. أنا حشرة عالقة بشبكة عنكبوت. هذا مضحك. هاي. هذا رائع. واو، انظروا. نعم، ما هذا؟ واو، إنها زحلوقة. أجل، أحب الزحلوقة لأننا نكون في الأعلى ثم تسحبنا الجاذبية إلى الأسفل، وبحسب مدى انحدارها تحدد سرعة انطلاقها وأسباب أخرى كالاحتكاك وسرعة الرياح وقوة الجذب وهذه الأمور. أياً كان، ما يهمني أن أتزحلق بسرعة كبيرة. هيا بنا. 3، 2، 1. رائع، هذا ممتع. أصدقائي، أنا أحب كثيراً أن أتزحلق بسرعة. أيضاً أحب التعلم جداً. أنا أستمتع بلعبة القفز هذه. شاهدوني، سأقفز قفزة مرتفعة. واو 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 واو. والآن سأقفز قفزة منخفضة. واو. قضيت وقتاً ممتعاً باللعب وبالتعلم أيضاً. واو! أجل! هل استمتعتم؟ جيد! وأنا أيضاً. ولكن هذه نهاية الحلقة. إن أردتم مشاهدة مزيد فكل ما عليكم هو البحث عن اسمي. أيمكنكم تهجئته؟ B-L-I-P-P-I ليبي. أحسنتم. حسناً، أراكم بخير. إلى اللقاء. انظروا أين نحن. نحن في فانتاستيك بلايتوريوم في بيلفوي واشنطن. هيا نستمتع معا. مرحبا. مرحبا. واو، انظروا إلى هذا المكان. واو، انظروا، إنها نطاطة. وي وي، أو ما هذا؟ إنه بيانو. انظروا إلى هذا. واو 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 واو. بلفة كاملة. أوه. هيا لنتفقد المزيد من الأشياء الممتعة في فانتاستيك بلايتوريوم. تعال. واو، انظروا إلى هذا. واو، رائع. تضعون الكرات هنا. انظروا.
نضعها هناك؟ واو، حسناً، لنقف هنا. مستعدون؟ واو! حسناً، واو، ماذا يفعل هذا الشيء؟ زر أحمر. واو! انظروا إلى هذا، ابقوا هناك. إنه مسدس صغير. إنه مسدس كبير، لنضع حفنة من الكرات هنا. واو، حاول مجددا. حسنا، مستعدون؟ عد تنازلي من ثلاثة، 3، 2، 1. تعالوا إلى هنا. واو، المكان مليء بالألوان. استمروا في التقدم. واو، وين وين. واو واو، هذا المكعب لونه أزرق، هذا المكعب لونه أصفر، وهذا المكعب لونه أحمر. واو، انظروا إلى هذا. قوموا بالدوران الآن. واو واو وي. وي وي. واو، أشعر بالدوار. تعالوا. واو، انظروا، تعالوا إلى هنا. علينا أن نخطو فوق الخشب. انظروا، هناك تماسيح وتماسيح قاطرة في الأسفل. واو، سأعود إليكم. واو واو. حسناً. هذه الأسطوانة تحتوي على ألوان. لدينا الأزرق والأخضر والبرتقالي. أزرق، أخضر، برتقالي. واو واو، هناك شيء شائك جدا هناك.
هذا؟ واو واو وي وي حسنا هيا نصعد للأعلى من هنا. هيا انظروا سلالم لنقل الألوان. أخضر، أصفر، أخضر، أصفر. واو إنها نطاطة فعلا. أوه تعالوا إلى الأعلى انظروا إنها مزلقة. حسنا سأنزل أولا ثم بعد ذلك أنتم. واو رائع عمل جيد. ابقوا هنا سأفعلها مرة أخرى. هذه المزلقة ممتعة فعلا. لنرى ماذا يوجد هنا أيضا. تعالوا أتريد الصعود؟ واو سنذهب في هذا الاتجاه. أو انظروا دين 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 دين. واو هذه تشبه الأهرامات. انظروا واو هرم أزرق، هرم أصفر، هرم أخضر، وهرم برتقالي. واو انظروا إلى هذا البالون الشائك. إنه باللون الوردي والأبيض. واو 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 انظروا واو أنف أحمر والبهلوان أزرق مثلي أنا. واو هذا يبدو مخيفا. إنها شفافة. واو المزيد من الأسطوانات. واو انظروا أصفر وأحمر، أصفر أحمر أصفر أحمر. أوه ما هذا هنا؟ واو واو إنها مثل شبكة العنكبوت. واو علقت قدمي. واو وي 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 لا أستطيع الخروج. حسنا سأحاول الخروج بعزم الآن. واو 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 فعلتها. اذهبوا من هذا الاتجاه سألتقي بكم في الجانب الآخر. واو عودوا إلى الخلف مجددا. المكان مليء بالألوان جدا. واو انظروا واو تعالوا انظروا كرة شائكة أخرى. واو واو
انظروا، هل تريدون الذهاب أولا؟ أجل إنه نفق، اذهبوا أولا. عمل جيد، حسنا أنا قادم. واو واو واو، فعلناها. واو انظروا، أجل هناك مجموعة من الشرائط الخضراء هنا ومجموعة من منصات الليل الملونة. ابقوا على الشريط الأخضر. واو 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 أنا عالق. أستطيع الخروج الآن. حسناً ابقوا هنا وأنا سأذهب إلى المزلقة. هناك مزلقة هناك، سأذهب أولا. حسنا إنها مزلقة كبيرة زرقاء، ها أنا ذا. حسنا دوركم الآن، هيا. أجل أحسنتم، لنعد للمنطقة التي توجد فيها الكرات. كان هذا ممتعا. هذه البنادق هنا، تضغطون الزر هنا. واو واو، أجل واو، تعالوا إلى هنا، يجب أن نضع الكرات هناك. أجل ستذهبون إلى هناك وتنظرون إلى الأعلى، سأضغط الأزرار، تعالوا، دعوا الكرات تسقط عليكم. أجل واو، ها نحن ذا. أجل واو، كان هذا ممتعا جدا في واو في فانتاستيك بلايتوريوم في بيلفوي واشنطن. مرحبا،
مرحباً، هذا أنا بليبي، وأنا في حديقة حيوانات وودلاند في سياتل في واشنطن. أنا متحمس للتعلم عن البطاريق. واو، انظروا إلى هذه الطيور. نعم، هذه هي البطاريق. هذا النوع من بطاريق هومبولت. لطيفة جداً. مرحباً. هذه البطاريق موطنها الأصلي هو بيرو وشمال تشيلي أيضاً. نعم، لا يبدوان لي باردين. هذان البلدان مناخهما دافئ. هذا النوع يعيش في صحراء تسمى أتاكاما. انظروا إلى البطاريق، لقد أحبت حمالات سراويلي. تدغدغ. مرحباً. أوه، ملمس البطريق ناعم جداً. إن هذه البطاريق طيور ولهذا لها ريش كثير، وهذا الريش صغير الحجم وهو يغطي جسدها كله. مرحباً بك. هل ترون الجناحين؟ نعم، جناح البطريق أقرب إلى الزعانف كي تستطيع السباحة في الماء بسرعة كبيرة. في الواقع البطاريق لا تستطيع الطيران بهذه الأجنحة، لكن لا بأس، فهي سباحة ماهرة جدا. واو، انظروا إليه. هل لاحظتم أن هذا البطريق ليس عليه خطوط؟ نعم، بل عليه نقاط سوداء صغيرة. والبطريق الذي خلفه، نعم، على جسده خطوط سوداء كبيرة. ذاك البطريق كبير، إذن الذي في الأمام صغير والذي في الخلف كبير. مرحباً. لكنهما متقاربان في الحجم. كيف حالك؟ أتقضي يوماً جيداً؟ وأنا كذلك. هل ترون البطاريق؟ نعم، تبدو كأنها حيوانات أليفة. نعم، لكنها ليست كذلك. لا يمكننا تربيتها كالحيوانات الأليفة. برغم لطفها، يجب أن تعيش في حديقة الحيوان لنهتم بها ونتعلم أشياء عنها، كما قد تعلمنا أشياء أكثر عن بطاريق هومبولت الظريفة، وعلينا الاهتمام بها في كل أنحاء العالم. واو، صورة بطاريق. نعم، نحن الآن خلف أحواض سباحة البطاريق وسنقابل بعض البطاريق. تعالوا. حسناً، لنمشي معاً ببطء شديد، ويجب علينا أن نكون هادئين أيضاً. مرحباً. أهلاً. من أنت؟ أنا هاتش. معنا هاتش. هاي، إذاً ما عملك؟ أنا أهتم بهذه البطاريق والزواحف. البطاريق والزواحف. أترون البطاريق التي هناك؟ واو، مرحباً. أهذان البطريقان الوحيدان هنا فقط؟ أوه لا، لدينا مزيد من الأصدقاء. والآن خذ لعبة لأنهم سيأتون قريباً. حسناً، هيا بنا لنأخذ لعبة ونرى مزيداً من البطاريق. انظروا هناك. تحب البطاريق رؤية ألعابها وهي تتحرك كثيراً. هذه فيوليت، أتت لتلقي التحية علينا. أظنها تستمتع بالظل الذي على الأرض. قد يحدث ذلك. ثم إن هذه البطاريق تحب الألوان المتباينة كثيراً، ففي عيونها خلايا مخروطية وعضوية مستقبلة للضوء مثلنا. حسناً، صحيح أنها من أنواع الطيور، ولكنها تتصرف مثل القطط. ربما، فهي تحب أن تلعب بمختلف أنواع الألعاب، وهي مثلها مثل القطط، وهي أيضاً تخبرنا حينما تود أن يلمسها أحد ما. حسناً. هذا لطيف ورائع جداً. هاي، انظروا عن قرب. ودان. البطاريق مضحكة حقاً. من أين أتت هذه البطاريق؟ أتت هذه البطاريق من جنوبي إفريقيا. حسناً. ولدينا في هذا المكان 32 بطريقاً. واو، هنا 32، وهي من جنوبي إفريقيا وليست من القارة المتجمدة الجنوبية؟ هذه البطاريق ليست من هناك،
بل هي واحدة من فصائل البطاريق التي تفضل أن تعيش في المناخ الدافئ. أوه، حسناً، هذا رائع جداً. المناخ الدافئ والبطاريق، نحن نتعلم شيئاً جديداً كل يوم. والآن سنجلس في هذا المكان، بعد ذلك سيحضر إلينا بطريق. متحمس جداً، فأنا سألمس بطريقاً. أوه، مرحباً. هاي، حسناً، إذن أنا سألمس البطريق بإصبعين فقط وبرفق شديداً على ظهره. حسناً، اهدأ يا صغيري، أنت اهدأ. مستعد؟ اهدأ، هيا بنا. رائع، واو، هذا جيد. إن ملمس جسده ناعم جيد جداً. هل تعلمون أن لدى البطاريق 70 ريشة في الإنش المربع؟ إنه صغير جداً وكثيف أيضاً. هل أستطيع لمسه؟ أجل، يمكنك ذلك. حسناً، هذا جيد جداً، هل أعجبك؟ أيها الصغير، إنه يتباهى أمامك. ما الذي يعنيه بحركة هز الرأس هذه؟ يعني ذلك أنه سعيد جداً ويريد أن تلعب معه مزيداً من الوقت. إنه لطيف جداً. مرحبا بكم، نستعد لإطعام البطاريق الآن. لدينا بعض من أنواع السمك، وهذا سمك الهفيات، تعرف أيضا بالفضيات بسبب الخط الفضي على جانبها. وأنا أحمل سمك السردين، من الأسماك التي تفضلها أيضا. إذن هل أنتم مستعدون؟ تفضلوا هذه. سأحاول إطعام البطاريق. حسناً، واو، شاهدوا الأسماك. سأرغب في تناولها لو كنت بطريقاً. نعم، هذه لك. أو وأنت تفضل، هذا أنت. هاي، تفضل. لا شك أن هذا البطريق جائع جداً. هيا خذي. حسناً، هذه الأسماك أصغر بكثير، خذ هذه. أوه، ممتاز، تريد مزيداً؟ وهذه لك. والآن هيا تعالي. خذي. أوه، خذي. أوه، جائعة جداً. نعم، السمك هو طعام صحي للبطاريق. واو. لنكمل، نعم، كما نتناول ونحب الخضر والفواكه، أيضاً هي تحب السمك. أنت يا هذا، هذه لك. أوه، واو، عدد التي تريد تناول الطعام كبير. خذي. أوه، هيا خذي البطريق الذي هنا، جائع جداً، لقد تناولت كثيراً من الأسماك. أوه، إليك هذه. واو. والآن يا بطاريق، هيا استعدي. هذه البطاريق وهي تسبح.
المطريق لطيف جداً. إذن استمتعت كثيراً بتعلم أشياء عن البطاريق بصحبتكم. والآن هذه نهاية الحلقة. إن أردتم مشاهدة مزيد فكل ما عليكم هو البحث عن اسمي. أيمكنكم تهجئته معي؟ BLIPPI بليبي. أحسنتم. حسناً أراكم بخير. مرحباً، هذا أنا بليبي. واو، قد انطفأت المصابيح، لكن لا بأس، فلدي هذا المصباح اليدوي. هاي، هاي، ما الطريقة التي تعمل بها الكهرباء؟ ربما أنتم وأنا نتعلم اليوم عن الكهرباء كي نستطيع إعادة تشغيل المصابيح. أعلم المكان المناسب. هيا إلى وندر ووركس. أراكم هناك. هذا متحف وندر ووركس للعلوم في أورلاندو في فلوريدا. رائع. واو، هذا المبنى شكله رأس على عقب. أمر غريب. حسناً، أنا متحمس جداً لأننا اليوم سنتعلم معاً كثيراً عن العلوم. واو، تعالوا كي نبدأ الاكتشاف. واو، واو، شاهدوا هذا المكان، إنه مكان مذهل جداً. أجل، واو، مليء بالألوان. انظروا هناك، ثمة لوحات ومصابيح أيضاً، ودرج في الأعلى، درج على الساق. هذا مضحك. هاي، مهلاً، إن كانت الأرض في الأعلى، إذن هذا يعني أننا الآن نقف على الساق ونقف رأساً على عقب. هذا طريف جداً. هاي، لدي فكرة، أنتم وأنا نقف رأساً على عقب، إذن لماذا لا نرقص رقصة الساق؟ ربما لا نقف هكذا ثانية. تعالوا، هيا بنا. كانت رقصة السقف ممتعة. أحسنتم عملاً. حسناً، استمتعت بالوقوف على السقف معكم، ولكن حان الوقت لكم ولي حتى نعود إلى الأرض. هاي، قد يكون في وندر ووركس شيء ما يساعدنا على الوقوف وقوفاً صحيحاً. هيا لنذهب ونكتشف. واو، انظروا، يبدو أنه نفق مظلم جداً، لذا تحلوا بالشجاعة وانتبهوا على خطواتكم. هيا ندخل، تعالوا. واو، هذا المكان رائع ومذهل حقاً. أجل، نحن الآن نقف داخل أسطوانة. نعم، هذا المكان يشبه النفق، لكن الفرق أن هذا النفق مظلم جداً ويدور أيضاً. واو، بدأت أشعر بالدوار. هاي، لاحظوا، في هذا النفق كثير من الخطوط، وفيه بقع تتوهج في الظلام. نظاراتي تتوهج. شاهدوا رباط حذائي. إنه يتوهج أيضاً. النفق رائع جداً. في الحقيقة يطلق على هذا النفق اسم نفق الانقلاب. ربما يساعدنا نفق الانقلاب على العثور على الأرض لنقف وقوفاً صحيحاً. أنا أرجو ذلك لأنني أشعر بالدوار كثيراً. حسناً، هيا بنا. هاي أصدقائي، وأخيراً وصلنا إلى الأرض. رائع، ساعدنا نفق الانقلاب لنقف وقوفاً صحيحاً. هاي، تنتظرنا أشياء ممتعة لنكتشفها في وندر ووركس لنتعلم أكثر عن العلوم. أنا أحب العلوم كثيراً لأنها تشرح لنا طريقة عمل العالم. هيا لنتعلم، تعالوا. واو، شاهدوا هذا المكان الرائع المدهش حقاً. هاي، سأسألكم، لدينا ثلاثة أشياء، فيما تشترك؟ المصباح، الحاسوب، والخلاط.
صحيح، تعمل هذه الأشياء الثلاثة كلها بالكهرباء. أجل، الكهرباء هي تدفق لعدد كبير جداً من الأشياء الضئيلة، تشغل الأشياء وتزودها بالطاقة الكافية أيضاً. هاي، أنتم وأنا نتمتع بالطاقة، لذا يمكننا أن نرقص رقصة الكهرباء. حسناً، هيا بنا. رقصة مضحكة. الكهرباء مثيرة للاهتمام حقاً. أتعلمون أن للكهرباء ثلاثة أنواع مختلفة؟ نعم، النوع الأول من الكهرباء هو الكهرباء الساكنة. تتولد الكهرباء الساكنة بفرك جوربين، أحد الجوربين بالآخر، أو بفرك غطاء، وعند لمسه تتولد الكهرباء. أجل، هذه هي الكهرباء الساكنة، وهذه الكهرباء الساكنة نجدها في ملف تسلا أيضاً. واو! أجل، الآلة التي هناك هي ملف تسلا، وتولد ترددات قوية جداً جداً من الكهرباء الساكنة التي ذكرناها. حسناً، هيا بنا. أولاً سأضع يدي هنا. واو! داخل هذا القفاز، ثم سأضغط على هذا الزر الأزرق. واو! انظروا، تدغدغ أصابعي. واو! سأضغطه ثانية. واو! لاحظوا، إن يدي محمية بهذا القفاز المعدني، لكن الكهرباء الساكنة قد جن جنونها. مرحباً، مرحباً أيتها اليد. أهلاً بليبي. مضحك. واو، كان ذلك ممتعاً. تعلمنا عن الكهرباء الساكنة وعن ملف تسلا. لننتقل إلى النوع الثاني من الكهرباء، ويطلق عليه التيار الكهربائي. أجل، التيار الكهربائي كهرباء خطيرة جداً، وهو ما يزود مصابيحكم وحواسيبكم بالطاقة. أجل، قد كنت أنسى، النوع الثالث من الكهرباء اسمه الكهرباء الطبيعية، وهو البرق. الكهرباء الطبيعية، البرق، شدته قوية جداً جداً، وتتولد في العواصف الرعدية. هاي، استمتعت كثيراً بالتعلم عن الكهرباء بصحبتكم، والآن هيا نكتشف مزيداً، لنعثر على أشياء ممتعة لنتعلمها. أجل، تعالوا. واو، انظروا معي، هذه الآلة ضخمة جداً وتسمى البيان. رائع، ولأن هذا البيان ضخم لا يعزف به بالأصابع. لذلك سنعزف بالبيان بالقدمين. حسناً، هاي، شاهدوا هذه، تسمى القطعة الموسيقية. أجل، نقرأها مثلما نقرأ الكتاب، لكن لا نقرأ كلمات، بل نقرأ النوتات التي سنعزف بها. لنعزف معاً بلحن أغنية تلألأ تلألأ أيها النجم. رائع، هيا بنا. أجل، أحسنتم، نجحنا، قرأنا القطعة ثم عزفنا بلحن الأغنية. واو، شاهدوا هذا، تعالوا. واو، انظروا، هذا بيان حقيقي، لا نعزف به بالأقدام بل بالأصابع. حسناً، سأعزف بلحن أغنية تلألأ تلألأ أيها النجم مرة أخرى ببيان حقيقي، هيا بنا. نجحنا، قد نجحنا في عزف لحن الأغنية معاً. استمتعنا كثيراً بالتعلم عن الكهرباء وعن الأشياء الأخرى أيضاً في وندر ووركس. ولكن الآن حان وقت زاوية الفضول. هاي، أترون ما على الحائط؟ نعم، هذا ظلي. مرحباً يا ظل بليبي، مرحباً. لكن ليس واضحاً جداً. هاي،
لنستعمل مصباحي اليدوية، فربما نرى ظلاً أفضل وأوضح. أظنها فكرة جيدة. حسناً، لنختر حائطاً آخر. أوه، انظروا! إذا أمسكت مصباحي وسلطت ضوءه إلى هنا، فعندها أنتم سترون صورة واضحة ليدي. مرحباً! واو، الظلال رائعة جداً! أيضاً، يمكنكم صنع أشكال مختلفة بالظل باليدين. انظروا، كهذا العصفور. مرحباً! أتعلمون أن الناس يقدمون عروض عرائس بالظل؟ نعم، كمسرح العرائس، لكن باستعمال اليدين والمصابيح. هكذا هي عروض عرائس الظلال. هاي، إن وقفنا خلف هذه الستارة استطعنا تقديم عرضنا الخاص. حسناً، سأضع هذا المصباح وأقف خلف الستارة. سأعود سريعاً. حسناً، انظروا، إن وقفت خلفها فسترون ظلي، لكن لن تروني لأنني مختبئ. بيكابو. لاحظوا، هذه يدي وهذا العصفور ثانية. تويت 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 تويت. هاي، هل تعلمون أنه يمكنكم صنع عرائس الظلال بأيديكم كما يمكنكم صنعها بالورق؟ هاي، أظن أن لدي عرائس ظلال مصنوعة من الورق هنا. حسناً، هيا لنرى ما الحيوانات والأشكال التي لدينا. والآن هيا بنا. واو، انظروا إليه، هذا تنين. واو، شاهدوا، هذا التنين سيطير عالياً جداً في الفضاء. واو، صار مرتفعاً. والآن قرر التنين زيارة القلعة. واو، هذا رائع جداً. ثمة أنواع أخرى من الحيوانات لتستعملوها، وليس هذا التنين فقط. انظروا، هل تعلمون ما اسم هذا الحيوان؟ واو، واو. نعم، هذا الحيوان يسمى الليث، وهو مخيف قليلاً. وأيضاً لدينا، انظروا، هذا الحيوان. أظن أنه يشبه الحصان الصغير، ولكن هذا الحيوان هو الحمار. مهلاً، يبدو أن لدي عروس ظل أخيرة. إنه الفيل. واو، هيا لنصفق تصفيقاً حاراً لعرائس الظلال. أحسنتم، لقد كان عرضاً ممتعاً جداً. هاي، عادت المصابيح إلى العمل. واو، استمتعت كثيراً بالتعلم معكم عن الظلال وعرائس الظلال والكهرباء. قضينا وقتاً رائعاً. حسناً، هذه نهاية الحلقة، لكن إن أردتم مشاهدة مزيد فكل ما عليكم هو البحث عن اسمي. هاي، أيمكنكم تهجئته معي؟ حسناً، هيا بنا. B-L-I B-P-I بليبي. أحسنتم عملاً. حسناً، أراكم بخير، إلى اللقاء. مرحباً، هاي، هذا أنا بليبي. انظروا أين نحن. أجل، نحن في سانكا في سياتل في واشنطن، وسانكا هي مدرسة الألعاب البهلوانية وفنون السيرك الحديثة. رائع، هل ذهبتم إلى السيرك من قبل؟ أنا أحب السيرك لأنه مذهل جداً. اليوم أنتم وأنا سنتعلم قليلاً عن فنون السيرك. واو، انظروا معي إلى روعة هذا المكان. الأرض تحتنا مرنة جداً. واو، أول شيء علي فعله هو خلع حذائي. حسناً، خلعته، والآن سأضعه هنا. قبل فعل أي شيء في السيرك علينا ممارسة تمرينات التمدد. لنبدأ. هذه التمرينات مهمة لأجسادنا لتصير العضلات مرنة جداً، وذلك لئلا نؤذي أنفسنا. أجل، هيا بنا. حسناً.
آه، مددت عضلات ظهري وساقي وذراعي. أوه، آه، بعد كل ذلك حان الوقت لكي نتعلم قواعد السيرك. واو، شاهدوا هذا، هذه قواعد السيرك. إذن أولاً استمتع بوقتك. هذا أمر سهل، فنحن نحب ذلك. وثانياً السلامة. أجل، سنحافظ على سلامتنا لأننا لا نريد أن نؤذي أنفسنا. لا. وثالثاً اعمل بجد. أجل، أحب العمل بجد لأنه من الممتع البدء من نقطة ثم الوصول إلى ما نريد، والطريقة الوحيدة لذلك هي العمل الجاد. ثم رابعاً عليكم أن تكونوا لطفاء. أحب أن أكون لطيفاً. من الجيد أن تتصرف بلطف مع أصدقائك وأسرتك. أحسنتم، حسناً، والآن وقت التعلم عن السيرك. هوهو! هاي، انظروا على ما أقف. هوهو! أجل، أتعرفونها؟ هوهو! إنها تسمى لعبة القفز. لاحظوا، الجزء المرن هذا يجعلنا نقفز. إذن هذا الجزء لونه أسود. واو، شاهدوا هذا، حاجز محشو. إذا ما خرجتم من منتصف اللعبة فلن تصابوا بأذى. ما لون الحاجز المحشو؟ أجل، لون الحاجز أحمر. والآن هيا نقفز. هل تعرفون حيواناً يقفز عالياً؟ واو! نعم، إن ذلك الحيوان يحمل صغاره في جيبه. أحسنتم، اسمه الكنغر. بوينغ بوينغ بوينغ. والآن هيا نقلد معاً حيواناً يحب المستنقعات ويصدر صوتاً ريبيت ريبيت. ووهو، إنه الضفدع. رائع. ووهو، أجل، القفز ممتع جدا. ووهو، أرأيتم ذلك؟ كان أمرا مذهلا. مرحبا. أهلا، كيف حالك؟ أنا بخير. كان قفزك مذهلا. شكرا لك، لكن ما اسمك؟ أنا اسمي ماكس. أوه، سعدت بلقائك. أتجيد القفز على لعبة القفز؟ بالتأكيد أجيده. هل أريتنا؟ نعم، والآن أبقى هنا واشثو على ركبتيك وانتظرني قليلا. حسنا. مستعد؟ واو، أرأيتم ذلك؟ كان قفزه مذهلا. هذه تسمى ستائر البهلوان. واو، رائعة حقا. والآن أنا داخل ستارة خضراء اللون، وماكس يتسلق ستارة أرجوانية. واو، انظروا إلي، كأنني أجلس داخل شرنقة. واو، أجل، هل تعرفون حشرة تقضي وقتها داخل الشرنقة؟ واو، نعم، تبدأ حياتها حشرة عادية ثم تدخل الشرنقة فتمر بمرحلة التحول، وبعدها تتحول إلى فراشة. أصبتم، أنا يرقانة. واو، شاهدوا ماكس، تحول إلى فراشة. واو، انظروا، هذا يسمى حبل الماشي، وهنا نستطيع التمرن على التوازن. أجل، التوازن مهم جدا، وقد نحتاج إليه في أمور مختلفة، لأننا إن لم نحافظ على التوازن فسنقع. واو، أترون ما أمسك بيدي؟ أنا أمسك عصا، أمسك عصوين لأتوازن. واو، واو. لقد
لقد وقعت، ولكنني سأحاول ثانية. واو، هذا صعب. واو، شاهدوا مهارتها. واو، إنها بارعة جداً. هي، هيا بنا لنجرب أن نتوازن على الكرات. واو، شاهدوا هذه الكرات. طريقة أخرى كي نتمرن على التوازن. واو، أصدقائي، شاهدوا هذه. واو، وي، أنا أتوازن على معدتي. واو، أمر صعب. هاي، لنعد الكرات معا. حسنا، واحدة، اثنتان، ثلاث، أربع، خمس، ست، سبع كرات. أترون كيف وضعت في حلقة؟ نعم، هذه تستعمل لتثبيت الكرة إذا حاولت الوقوف عليها، فإنها لن تتحرك من مكانها. حسناً، والآن هيا لنجرب. أوف. وو، أنا متحمس جداً. وو، 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 هذا أمر صعب. واو، واو، لو أن الكرة من غير حلقة مثبتة لما استطعت الوقوف. واو، حسناً، لنشاهد أحداً محترفاً. استمتعت كثيراً بالتعلم عن مختلف مهارات السيرك بصحبتكم. واو، انظروا هناك. واو، يبدو أن لدينا أشياء رائعة كالحلقات. واو، أجل، ألوانها جميلة. مرحباً، هاي. أوه، ولدينا هذه الأوشحة أيضاً. واو، انظروا، لدينا هذه العصا الخشبية. واو، فيما تستعمل؟ وهذا طبق أخضر اللون. أعلم ما سأفعله. واو، ربما أستطيع قذفه، لكنه لا يقذفه بل يوازنه. هيا نجرب. واو، أترون كيف يدور الطبق بسرعة؟ رائع! حسناً، سأضعه على رأس إصبعي. واو! انظروا! واو! 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 هذا مذهل! حسناً، والآن سأضعه على جبهتي وأرى هل سأوازن هذا الطبق؟ واو! واو! مضحك حقاً. إذن لنرى أيضاً ماذا لدينا هنا. أجل، أتذكرون الأوشحة؟ هل تعلمون ما ألوانها؟ أجل، هذا لونه وردي، وهذا لونه برتقالي، أما هذا فلونه أصفر. ما أحب فعله حين أمسك بثلاثة أشياء هو قذفها. واو، وي، هذا أمر ممتع. واو، رائع، أحب قذف الأشياء. قد خطرت لي فكرة، سأستعمل هذه الحلقات وأقذفها في الفضاء. إذن ما لون هذه الحلقة؟ أحسنتم، أخضر، مميز، برتقالي، رائع، أحمر، جميل، أصفر، فاقع،
أخيراً، أزرق مذهل. حسناً. واو 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 هذا ممتع. حسناً، أما الآن فأستعمل ثلاثاً منها. هيا بنا. واو، كيف أبليت؟ رائع. هاي، أجل، هذه دائرة ضخمة. واو، أتعرفون؟ نعم، هذا إطار دوار. واو واو، انظروا إلي. واو، رائع. وو وو. حسناً، راقبوا هذا. إذا دورناه إلى الخلف فإنه سيعود إلينا. انظروا. واو، ثانية. واو، أرأيتم هذا؟ يركب ماكس على دراجة بعجلة واحدة. واو، إن هذا أمر مدهش. وهي تبدو كدراجة بعجلتين. أجل، أي لها عجلتان. أجل، كدراجة بعجلتين. لكن دراجة بعجلة، أي لها عجلة واحدة. شاهدوا. واو، كل هذه الدراجات لها عجلة واحدة. واو، رائعة وملونة. انظروا، هذه لون هيكلها أصفر. واو واو واو، هذه صغيرة جدا. واو واو، يصعب علي ركوبها. واو، هذه الدراجة طويلة. واو، كيف سنصل إلى مقعدها؟ لا أعلم ذلك. واو، حسناً، أريد واحدة تناسب حجمي. هذه أفضل، تبدو مناسبة. والآن سأحاول ركوب هذه الدراجة. أصدقائي، أترون القضيبين على جانبي؟ وضعا للمساعدة. نمسك بهما وهكذا يمكننا تعلم التوازن. واو واو، لا يمكننا التوازن من غير الإمساك بالقضيبين. ركوب هذه الدراجة أصعب من ركوب الدراجة العادية. هذا رأيي الخاص. واو واو واو، أجل، في الدراجة العادية لا نهتم كثيراً بالتوازن إلى الأمام وإلى الخلف، بل نهتم بالتوازن بين الجانبين. أما في هذه الدراجة، واو واو، فعلينا التوازن إلى الأمام وإلى الخلف. واو، سأجرب ركوبها بلا مساعدة. واو واو واو، كدت أقع. سأحاول. حسناً، والآن وقت الانطلاق. واو واو، كان ذلك مذهلا. مرحبا، هيا تعالوا. واو، شاهدوا هذا المكان، هذه قاعة الطيران. واو، انظروا، هذه الأشياء معدات أراجيح البهلوان، وهي رائعة جداً. أراجيح مذهلة. يصعد البهلوان إلى ارتفاع كبير جداً، ثم يتأرجح وهو ممسك بأرجوحة البهلوان. في بعض الأحيان قد يقع على الشبكة، وأحياناً يمسك به شخص آخر. تعالوا لننظر إلى هذه الشبكة. واو، الهبوط على هذه الشبكة آمن ومريح. تعالوا. واو،
مرحبا، من أنت؟ أهلا، أنا كيتلين. سعدت بلقائك هذا. كيتلين خبيرة بأراجيح البهلوان وهي ماهرة جدا، هل أريتنا ذلك؟ بكل سرور. رائع. عن حيل السيرك الرائعة بصحبتكم، هل استمتعتم؟ رائع! وأنا أيضاً! واو! حسناً، هذه نهاية الحلقة، لكن إن أردتم مشاهدة مزيد، فكل ما عليكم هو البحث عن اسمي. أيمكنكم تهجئته معي؟ BLIPPI بلابي، أحسنتم! واو! واو! كان ذلك ممتعا جدا. وداعا.